اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه، هو بعيد كل البعد عن الاعلام، فاحنا جبناه النهارده علشان خاطر نتكلم معاه في امور كثيره جدا. واحد من النجوم اللي كانوا موجودين في خط دفاع النادي الاهلي، واحد من المساكين التقال قوي 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 اللي كنا دايما بنطمن لما بيكون موجود مع جيل ذهبي كان موجود في النادي الاهلي، هو الكابتن مشير حنفي. يا كابتن برحب بحضرتك. اهلا بك يا عمر، وبمس على كل الاهلاويه وبمس على جمهور الاهلي. وحشتنا يا كابتن مشير. اللي انا اللي هو عمل اسماء كتيره قوي جمهور النادي الاهلي، فبمس عليه. منور يا كابتن. لكن طبعا انا عايز انتهز ان حضرتك موجود معايا، فعايز اتكلم معاك في ملفات كتيره جدا، وهبدا معاك من نهايتي قبل ما استضيف حضرتك او قبل ما اخد حضرتك. واتحاد المصري لكرة القدم واعلان عن وجود لجنه خماسيه، اللجنه الخماسيه هتدير الاتحاد المصري لكرة القدم لمده سنه. راي حضرتك في القرار، وراي حضرتك او كابتن مشير بيطلب ايه من اللجنه الخماسيه في مستقبل يعني ان شاء الله ينهض بالكره المصريه؟ بص عمر، يعني المفروض الواحد البني ادم مننا او الـ اي واحد بيمسك في منصب بيشوف السلبيات اللي قبل كده وهو بيشتغل على السلبيات. احنا الفتره اللي فاتت في سلبيات كتيره جدا في الوسط القاري كله. يعني فين المدربين الاكفاء؟ فين المدربين اللي هي ليها باع في التدريب؟ انا شايف ان كل، مش هقول كل المدربين المحترمين، اللي هم اكفاء قاعدين في البيوت. وده برضو المفروض يبقى فيه نظره من المسؤولين اللي هم اللي كانوا موجودين او اللي هو هيمسك حاليا. لازم النقط اللي هي اللي فاتت دي في دراسه ليها، في حساب ليها. ما يجيش برضو يبقى احنا شلنا فلان جبنا فلان مفيش جديد، هو لا، ده مش هيبقى فيه فايده للكره المصريه. فانا اتمنى من اللجنه الخماسيه اللي هي ماسكه مؤقت لمده سنه يدرس السلبيات اللي فاتت، يدرس او يشوف الاجواء الرياضيه في الشارع المصري ذات نفسه. هيحس بحاجات كتيره جدا لو هو عايز ينجح. لو هو عايز ينجح هيشتغل على السلبيات اللي فاتت، واحنا كلنا بنقول ضلامة خلاص بقى رسمي وموجودين، كلنا بنساندهم وكلنا بنقول لهم بالتوفيق وكلنا وراهم في اي قرارات ياخدوها بس تكون سليمه. طيب يعني حضرتك شايف السلبيات فقط في اختيارات المدربين، ولا السلبيات كانت في المنظومه بشكل عام، في جدول المسابقه، في الاداره التحكيميه، في جدول المسابقه والماتشات اللي بتتاجل؟ هل حضرتك كل دي سلبيات، ولا حضرتك حاجتين ثلاثة ممكن تقول عليهم دول سلبيات من وجهة نظري؟ لا كلها سلبيات، المنظومة كلها الفترة اللي فاتت كانت كلها سلبيات، سواء يعني الدوري والحكام. أولا احنا بنتعلم من أوروبا الدوري بيتعمل التاريخ والنهاية، مفيش كلام فيه. إنما احنا عندنا في مصر ممكن تحط أسبوعين وتيجي الثالث ويجي يقول لك العب المؤجل، ويجي يقول لك لا المؤجل ده يبقى بعد المؤجل ده. مفيش الكلام ده من في اوروبا، لان احنا المفروض نبص للدول اللي هي متقدمه، وعلى الاقل يبقى بنتعلم منهم. ومش عيب ان البني ادم يتعلم، او عيب ان الاتحاد يتعلم من اتحادات ليها باع كبير قوي في النجاحات وفي الكلام ده. فلا، في سلبيات كتيره جدا، سواء في سلبيات الدوري، سواء في سلبيات اختيار المدربين لقطاع الناشئين، كل ده كان بيبقى من مجاملات. سلبيات في فنيات، سلبيات في اختيار مدربين للمنتخب الاول. لا، في سلبيات كتيره جدا. هل حضرتك شايف ان كان اختيار عناصر بدون ذكر اسماء للقياده الفنيه في بعض المنتخبات الخاصه بالشباب والناشئين، وان هم ما يحققوش انجاز، لكن زي ما حضرتك قلت بتشوفهم موجودين تاني في منتخبات اخرى، هل ده حضرتك شايفه اكبر السلبيات اللي موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم سابقا؟ لا، انا شايف عمر ان اولا انت عشان تيجي تختار المدربين لازم كل المدربين اللي بيقدموا لاتحاد الكوره بيقدموا السي في بتاعهم. فانت ما تبصش للاسماء، بص للسي في الاعلى واختاره ايا كان مين هو. حتى سيب الاسماء دي نهائي، لانك لو بصيت للاسماء هتخش في المجاملات، وهو ده اللي احنا دخلنا فيه. فلان تبع فلان فنجيبه. طب ما في كفاءات في اعلى، في سي في اعلى بكتير، في ناس خدت دراسات من اوروبا، وفي ناس ليها خبرات في لعب كوره، وفي ناس ليها بطولات. في لا، لازم انت عشان تنجح في اختيار المدربين، وفي مدربين في قطاع الناشئين في المنتخبات بقالهم اكتر من 15 سنه. واصلا يعني معلش في الكلمه، انا بتكلم بما يرضي الله، ما بقطعش في حد. صح. بس انا ما فيش نجاحات. يعني انت عشان تقعد 15 سنه او تقعد 4 سنين او 5 سنين يبقى في طفره في اتحاد الكوره، يبقى في نجاحات، يبقى في بطولات في قطاع الناشئين. للاسف مفيش ولا بطوله قطاع الناشئين خدها، ولا بطوله بيوصل للفاينل، ولا بطوله بيوصل للفرقه الاربعه ولا الخمسه. يعني اذا هنا
عدم الاختيار او سوء الاختيار هو اللي بيوصلنا لكده. انا بعمل لقطاع الناشئين خطه على المستوى البعيد. صح. خمس سنين بجيب مدير فني لقطاع الناشئين بيعمل اربع خمس سنين بشوف هو عمل ايه في الاربع خمس سنين دول، هل هو حقق المطلوب منه، حقق نجاحات يبقى يكمل، انما لو ما حققش نجاحات طب يكمل ازاي؟ ده مش فير اصلا في الكوره. متوسم خير في دكتور جمال محمد علي وايضا في الكابتن احمد عبد الله والكابتن محمد فضل، ان هم ناس لعبوا كوره ودربوا فممكن يكون عندهم رؤيه. يعني عايز اقول لحضرتك جامعين ما بين الشباب والخبره، ان هم الجيل يعتبر كابتن احمد عبد الله ممكن يكون اصغر من حضرتك شويه، كابتن محمد فضل اصغر من حضرتك شويتين، بس يكون عندهم درايه بالكلام اللي بيقال في الشارع المصري كره القدم، ان في بعض المجاملات او في بعض السلبيات اللي موجوده في اتحاد المصري كره القدم، وبالتالي هم عايزين يتلافوها ويمشوا لقدام ويكونوا الاختيارات صح. فانت متوسم فيهم خير الفتره اللي جايه؟ انا اتمنى وطبعا زي ما انت قلت عمر ان في خبره وفي شباب، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه من زمان، اللي لازم الشباب يكونوا موجودين لغايه ما عجزونا احنا كنا من ايام من سنه 2000 واحنا عمالين نقول يا جماعه الشباب لغايه ما خلونا احنا عجزنا بقى عندنا 50 سنه اهون، ولما نيجي نطلب الشباب قالوا لك انت عجزت. فدي فرصه للشباب اللي موجودين اتمنى. وانت بتتكلم على اسمين فعلا، فضل وعبد الله، اسمين في الوسط القروي اسمهم جميل جدا ومحترم جدا، وليهم سواء عبد الله مع الزمالك ليه بطولات، فضل معانا ليه بطولات، كمان كان لسه خارج من رئاسه لجنه اداره امم افريقيا الاخيره. ما هي دي بقى يعني هو شايف يعني مشتغل. انا مبسوط له وانا فرحان بيه جدا. ليه؟ لان نموذج مصري، نموذج من ولاد مصر، نموذج من ابناء النادي الاهلي ايا كان بقى، اي اهلي زمالك، بس هو اتحط في البوزيشن دون واثبت وجوده ونجح، وبقت افريقيا كلها دلوقتي بتحاول اللي هيجي بعد كده هيعمل ايه اكتر من اللي اتعمل دون. وفي الشارع المصري لا، في فرحه كبيره جدا من التنظيم. بس احنا بس للاسف الحاجات الفنيه اللي احنا اتكلمنا فيها هو اللي بوظ الايه للشعب المصري البطوله، انما كتنظيم لا، مفيش اروع من كده. فاذا هو ناجح، فاتمنى منه هو وعبد الله، انا ما بتكلمش، انا بتكلم على الشباب، ان هم السلبيات بقى اللي انا بتكلم فيها وبدات بيها الحلقه، ادرس السلبيات اللي فاتت دي وحولها لايجابيات هتنجح. طيب دلوقتي يا استاذ الرئيس قال ان مفيش مدير فني اجنبي هيجي يدرب منتخب مصر، احنا عايزين نعتمد على المصري الفتره اللي جايه. انا اعتقد ان ده اختيار، ان احنا نعطي ابناء مصر الفرص في تدريب المنتخب. لكن يا كابتن دلوقتي تم سؤال الاستاذ عمرو الجناني على مين هو او من هو المدرب القادم لمنتخب مصر، قال ان في 6-7 مرشحين للقياده الفنيه، لكن قبليها بكام يوم سمعنا بعض التسريبات او قرينا بعض التسريبات على ان الكابتن حسن شحاته مدير فني منتخب مصر، ومعاه يا اما الكابتن احمد حسام ميدو او الكابتن حماده صدقي والكابتن محمد شوقي والكابتن عصام الحضري، دول بالنسبه للجهاز الفني للمنتخب الوطني. عايز اعرف راي حضرتك الفني في ترشح مين لمدير فني منتخب مصر الشخصي، وعايز اعرف تعقيب حضرتك على التسريبات اللي قلت لك عليها كابتن. انا من 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 المبدا بتاع المدرب المصري، انا بتمنى اصلا حتى النادي الاهلي بتمنى يكون مدرب من ابناء النادي الاهلي. تمام. منتخب مصر بتمنى يكون مدرب مصري. ليه؟ لان احنا طبيعه الوسط القروي اللي احنا فيه، المدرب المصري هو عارف اللعيبه وعارف طبيعه اللعيب المصري وعارف كل حاجه عن اللعيب المصري وعنده انتماء، دي اهم حاجه. يعني جيب واحد عنده انتماء للمكان هيبقى دون شيء كبير جدا. صح. هو الـ 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 الاساس. يعني احنا لما كنا نيجي نلعب، وانت اكيد كنت بتتفرج علينا، اللعيبه كانت بتلعب كلها عندها انتماء اولاد النادي الاهلي. فاحنا لما كنا نخسر بطوله ماتش مش بطوله الدنيا مهدوده، ليه؟ الانتماء بتاعنا. فهو دون اللي انا على الراي الشخصي ان حتى المدرب بتاع النادي الاهلي انا افضل انه يكون مصري وواحد من يكون ابناء النادي الاهلي، لان هو عايز اللي النادي الاهلي عمله له الانتماء بتاعه بقى يثبت وجوده فيه. نفس الكلام للبلد، يعني احنا بنتكلم على النادي الاهلي كنادي. صح. جوه البلد. صح. لما بالك بقى البلد كلها، لا لازم يكون جهاز فني مصري خالص. ليه؟ لانه هو عارف اللعيبه المصريه وعارف طبعها وعارف الالتزام بتاعه وعارف الملتزم. صح. وعارف اللي مش ملتزم. انما الاجنبي بيجي، يعني احنا الدوره اللي فاتت قصه عمرو ورده، المدرب الاجنبي ملوش، لو مصري على طول هيشيل بره. ليه؟ لان في انتماء، في 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 حاجات في الوسط القروي المصريين عارفينها.
هي دي عادات وتقاليد موجوده ما حدش اجنبي يحس بيها. وعندنا عمر اثنين في المنتخبات من المدربين الكبار جدا اللي هم فعلا مسكوا المنتخبات وعملوا نجاحات، كابتن جوهر الله يرحمه والكابتن حسن شحاته. يبقى انت اذا التجربه ذات نفسها ناجحه، صح؟ طب ليه ما كملش بيها؟ ده لما تجربه ناجحه ونفس المدربين المصريين هم اللي حققوا البطولات، حققوا كاس العالم، حققوا امم افريقيا، فانت ليه ما كررش التجربه؟ بس اكون جريء بقى، ويعني ايه بنقول برضو الشباب يعني لازم يكون، انا وجهه نظري يبقى يكون في جراءه ويبقى مدرب شاب. يعني برضو مع احترامي الكابتن حسن شحاته على دماغنا وكابتننا وحقق بطولات لمنتخبنا فاحنا دلوقتي حتى سياده الرئيس بيساند بالشباب، صح؟ طيب ما احنا ليه ما نعملش جهاز فني شباب ونديله الفرصه ونجرب؟ ايه المشكله يعني؟ ما احنا كده الفتره اللي فاتت كلها اخفاقات 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 اخفاقات. طب ما انا اجرب مره ان انا ادي الشباب دي فرصتها، ما يمكن هم اللي يبقى فيه نجاحات بالنسبه له، وهو عنده طموح. الشباب اللي هيمسك يبقى عنده طموح عشان عايز يثبت وجوده. بس برده ما يجيبش اي شباب، بجيب الشباب اللي هي يا كابتن مشير الجهاز الفني لا اديني اسم مدير فني. يعني انا ارشح الكابتن حسام البدري. ليه الكابتن حسام البدري؟ لان الفتره اللي احنا فيها دلوقتي في المنتخب لازم يكون فيها حزم، لازم يكون فيها التزام، لازم يكون فيها العين الحمراء بمعنى الاصح، لان احنا البطوله كانت عندنا خرجنا من دور 16 يعني حاجه مهينه جدا للشعب المصري، والبطوله على ملعبك. فلازم فنيات مش هنتكلم فيها، لان عندنا يعني باع في الفنيات في اللعيب المصري، بس حته الالتزام والانضباط. الكابتن جوهري كان بينجح من دي، بس الكابتن جوهري يعني كابتن حسن شحاته هما شخصيات قويه جوه الملعب، لكن الجمهور يا كابتن اللي شايف من بره شايفهم ان هما طيبين، لكن ده مش بيحصل جوه الملعب. فده يعني ده سؤال عايز اساله حضرتك، هل المدير الفني اللي بيبان طيب للناس هل هو طيب علشان بيتعامل مع الناس بطيبه وجوه الملعب بيكون شخصيه قويه، ولا هو بيكون طيب جوه بره الملعب؟ يعني كابتن حسن شحاته راجل حازم جدا، لكن بره الملعب بيتعامل مع الناس مثلا باحترام بادب. حتى شفنا في موقفه مع احمد حسام ميدو قولا واحدا، قال انا مش هضم اللاعب بعد كده، بعد المشكله حصلت مع ماتش السنغال وماتش مصر، قال انا مش هضمه تاني معايا بعد تدخل جهات كبيره جدا، رفض برضه وصمم على موقفه. هل ده كابتن بيحصل، ولا المدير الفني الشخصيه القويه بيكون حازم وبيكشر جوه الملعب ورا الملعب ايا كان هو موجود فين؟ لا هو علم التدريب، علم التدريب ذات نفسه احنا لما اخذنا الدراسات بره في حاجه اسمها المدير الفني، في حاجه اسمها شخصيه المدير الفني. تمام. دي يعني ايه شخصيه المدير الفني؟ حل. شخصيه المدير الفني جوه الملعب بتبقى ازاي، بره الملعب بتبقى ازاي، في التغذيه ازاي، يعني الكلام ده كله الناس هم برضو يعني ايه ما عندهمش الوعي بالكلام ده. اصل يا كابتن انا عايز اسالك سؤال، يعني هل كابتن حسين بدري او 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 هل ده مقياس للجمهور او للعيبه المصريه ان هو مادام بيكشر وبيزعق يبقى هل شخصيته قويه على اللعيبه، ولا ده كابتن ممكن ما يكونش مقياس؟ يعني المدير الفني مثلا يورجن كلوب بيضحك ويهزر ما عندوش اي مشكله خالص، بس مثلا ما حدش قال ان هو شخصيته ضعيفه مع اللعيبه. لا طبعا. فهل ده كابتن مقياس؟ لا 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 مش مقياس. ليه؟ لان انت دلوقتي ليفربول، انت بتتكلم عن ليفربول بطل اوروبا. شوف المدرب ليه؟ لان هو مش شايف ان فيه بالنسبه له جوه الملعب حاجه تلغي شخصيته. بالعكس ده هو يعني ادالا انطباع ان اللعيبه كمان بتحبه جوه الملعب، وهي دي الشخصيه. انا موصل درجه للعيب ان هو يحبني انا جوه الملعب، وايا كان بقى اقعد العب بره الكلام ده كله بيبقى نجاح للمدرب. هي دي شخصيه المدرب، مش المدرب يقف ويبقى مكشر وعشان يخوف اللعيبه لا لا لا، الكلام ده كله ما بقاش دلوقتي. لا بالعكس. وانت بتتكلم على اثنين، بتتكلم على واحد الكابتن حسن شحاته طبعا، يعني رمز من رموز الكره طبعاً المصريه، راجل حقق نجاحات كثيره جدا في البطولات، وفعلا كان موجود يعني تحس ان هو والد للعيبه. صح. ودي برده من الشخصيه، دي حقيقه، ازاي المدرب يوصل ان هو يبقى والد للعيبه، دي حاجه من يعني ايه بنسبه كبيره جدا من نجاحات المدرب. صح. لازم احنا برده لعبنا، ولما يكون اللعيبه بتحب المدرب دي حاجه ثانيه خالص، هتحس بالنجاح. هل الكابتن مشير حنفي تم ترشيحه قبل كده لاي منتخبات موجوده في اتحاد المصري لكره القدم؟ لا ما احنا لسه بقى احنا بنتكلم على الفساد وبنتكلم على المجاملات، ما هو ما فيش يعني ما تمش ترشيح حضرتك لاي منصب فني جوه المنتخبات الشباب ايا كان السابقه او القادمه اللي لسه بيعملوها في منتخب 2003 وفي منتخبات جايه، هل تم ترشيح كابتن مشير؟ لا ما فيش. بص عمر انا اتكلمت معاك بره الاستوديو وقلت لك احنا
كمديرين فنيين بنودي السي في بتاعنا للمكان اللي احنا عايزين نشتغل فيه. فللاسف انت بتودي السي في بتفوجئ بحاجه تانية خالص بعد الاختيار. السي في بتاعك بيبقى عالي جدا، بتفوجئ اللي مسك مكانك او اللي انت كنت عايز تبقى تحقق اللي انت عايز. حضرتك قدمت قبل كده يا كابتن؟ قدمت قبل كده في منتخبات الشباب؟ قدمت. كام منتخب يا كابتن حضرتك كنت يعني عندك طموح ان انت تكون موجود فيه؟ يمكن انا ما مسكت 99 في النادي الاهلي. حققت يعني طبعا عملت يعني طبعاً الحمد لله فضل من عند ربنا. حضرتك قدمت في منتخب 99، كان المفروض كله كان منتخب القاهره بمعنى الاصح، كان كله من فرقتي. فانا قدمت في اتحاد الكوره، فعلى امل ان انا اكون موجود، على امل ان انا اعمل حاجه لبلدي، على امل. حضرتك يعني ادرى واحد بالسن اللي موجود ده، واللعيبه دي كانت مكسره الدنيا في الوقت دون. بس انت ما بتقدم السي في بتاعك وتلاقي واحد اقل منك بكتير جدا هو اللي وقع عليه الاختيار بيجي لك. بس يا كابتن ما كانش في 99، كان في 97 وفي 2000 وفي 2001، ما كانش في منتخب 99، ولا هو كان في الحسبان وبعد كده اتلغى؟ صح كده؟ هو انت بتقدم على اساس ان انا عايز اشتغل، عايز ابقى موجود في الاتحاد في قطاع الناشئين في الاتحاد. ليه؟ 97 99 ايا كان. فانت لما بتلاقي الكفاءات مش موجوده وتلاقي ناس بره المنظومه نهائي، فدي بتبقى بتعمل لك احباط. ودي احنا انا اتكلمت كتير جدا وزهقنا بقى يعني في مجموعه كده من الجيل بتاعي، مجموعه عملت تاريخ للنادي الاهلي وتاريخ لمصر. يعني لو هنتكلم اتكلم مثلا على محمد عماره، على ياسر ريان، على محمود ابو الدهب، على عمرو الحديدي، على كمونه، على يعني ناس كتيره جدا حققت. كابتن كشري، ما انا قلت كلهم نجاحات وحققت بطولات كتيره جدا سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر مش موجوده. ليه؟ عشان احنا بنقول الكوره دلوقتي او المنظومه الرياضيه بقت بالمجاملات. كفاءات هم اللي قاعدين والمجاملات هم اللي شغالين، فعشان كده احنا في المنظومه الرياضيه فاشلين. عشان كده ليه؟ لانك انت لو يعني في مثل كده بلدي بيقول لك ادي العيش لغبازه، يعني شوف الكفاءات. كلنا حافظين المثل ده. طبعا. شوف الكفاءات فين وهاتها. هي دي اللي هتنجحك. صح. انما سيبك من التليفونات والمجامله واجي لي تليفون مش عارف من مين شغل داون، هو ده اللي بيحصل. عشان كده احنا فاشلين. عشان كده المنظومه كلها يعني انا ما بطلعش في الاعلام كتير يا عمر، وانا جاي عشان خاطرك. هتطلع معانا يا كابتن على طول. وانا جاي عشان خاطرك عشان انا برضو في يعني حاجه على دماغي. يعني انا محدش بيشوفني بالاعلام، لان انا لو طلعت انا في حاجات كتيره جدا مش عاجباني، بس ما ينفعش ان انا اقولها. بس يا كابتن وجود حضرتك مهم جدا، حضرتك راجل نجم من نجوم النادي الاهلي وراجل نجم من نجوم منتخب مصر وسي في محترم وتاريخ طويل جدا، فما تحرمناش يا كابتن من وجود حضرتك. طب اقول لك على السي في بس في 5 ثواني. 19 بطوله مع النادي الاهلي. طبعا بسم الله ما شاء الله. لعيب دولي منتخب مصر، لعيب اساسي في النادي الاهلي، امم افريقيا سنه 90 في الجزائر، حصل على كاس العالم العسكري 19 بطوله مع النادي الاهلي، بطلت وانا عندي 29 سنه عشان ما لعبش لاي حته تانية في النادي الاهلي 29 سنه. لما حسيت ان الكابتن ثابت قال لي خلاص امشي شوف لك نادي تاني، قلت له انا مش هشوف، انا خلاص كده شكرا، انا مش هقدر العب لاي نادي تاني وانا عندي 29 سنه. دي يمكن الاجيال اللي هي دلوقتي مش يعني ما تعرفش، انما اللي قبل كده يعرف. انا 29 سنه دي اتعرض عليا بقى لسه بقى كان الباب بتاع الاحتراف، اتعرض عليا انديه كتيره جدا في مصر منهم أندية كبيرة، اتعرض عليا احتراف بره. بس أنا ما ينفعش أنا وأنا عندي 9 سنين في النادي الأهلي لغاية 29 سنة في النادي الأهلي يتقال عليا لعيب مثلا مشير حنفي لعيب كذا، ما هو بيتقال الأخير، فما ينفعش أنا يعز عليا أول النادي الأهلي بالنسبة لي يبقى ده أول يوم يا كابتن في النادي الأهلي كان عندك 9 سنين، ده أول يوم دخلت في النادي الأهلي. دخلت النادي. فاكر يا كابتن اليوم ده؟ طبعا دخلت بالصدفة. إيه اللي حصل يا كابتن؟ اليوم ده كان مركز شباب الجبلية وعندنا عامل ماتش مع النادي الأهلي، الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين اللي ليه كل طبعًا ليه كل الفضل على كل أشبال النادي الأهلي. عامل مباراة مع مركز شباب الجبلية وعندنا في شبرا، ومع السن اللي هو أكبر مننا بسنة. فأنا طبعًا السن ده كان أخويا حمادة حنفي هو اللي موجود في السن ده. فهم طالعين بقى بالأتوبيس، عارف طبعًا عندنا شبرا خيمة رايح تلعب النادي الأهلي، فحاجة يعني كبيرة جدًا. الله يرحمه الكابتن يحيى الشاذلي كان هو اللي ماسك الفرقه، فخد المجموعه الكبيره. فطبعا انا عايز اروح اتفرج، عايز اشوف النادي الاهلي، عايز يعني اخش باب النادي الاهلي دون. فسابوني ومشوا. فانا سالت على النادي الاهلي تركب منين، تركب مؤسسه، تركب اتوبيس كذا يوصلك لغايه النادي الاهلي. وصلت عند باب النادي الاهلي ما رضوش يدخلوني، فبكيت.
فبكيت واحد كده الله يمسيه بالخير بقى اذا كان عايش ولا ميت، لواء في الشرطه كان داخل يتمرن الصبح فلقاني ببكي، فقال لي في ايه؟ قلت له اخويا بيتمرن جوه او بيلعب جوه فانا عايز اخش، فدخلني معاه، دخلني المدرج وقال لي اقعد هنا. الكابتن مصطفى حسين وهم بيلعبوا الماتش قبل ما يلعبوا قال له يا كابتن يحيى احنا مش عايزين السن ده، انا عايز اصغر سنه. فبالصدفه انا بشاور للكابتن يحيى الشاذلي، فقام قال لي تعالى خد لبس اخوك حماده. فخدت لبس اخويا حماده ونزلت. اول خمس دقائق كابتن مصطفى حسين تعالى اسمك ايه؟ اسم المشير حنف. كابتن يحيى عايز ورقه النهارده. دي كانت بدايتي مع النادي الاهلي بالصدفه. سبحان الله يا كابتن. صدفه. ودي الحمد لله. طيب يا كابتن يعني بعد بقى ما قالوا لحضرتك اسمك ايه والورق، احساسك الشخصي كان داخلي كان عامل ازاي؟ كنت متوقع ان حاجه زي دي تحصل؟ لا طبعا، حتى انا لما رجعنا شبرا بالظبط، انا عايز اعرف بقى لما رجعت شبرا ورحت البيت وكابتن حماده اخوك بقى كان ايه رد، يعني ايه رد فعل الاسره ورد فعل اخوك وازاي الموضوع؟ ما احنا لما رجعنا البيت هم بيسالوا على حماده، فحماده قال لهم انا ما لعبتش، مشير هو اللي لعب وخد اللبس بتاعي وقبلوه. فطبعا احنا كنا اسره الحمد لله فضل عند ربنا، والدي الله يرحمه طبعا الله يرحمه يحسن، كنا تسع اخوات بسم الله ما شاء الله. فوالدي قال احنا انا ما النادي الاهلي ايه ومصاريف ايه، انا ما اصدق ان انا بعيشكم ومأكلكم والكلام ده، فحاجه صعبه عليا يعني. فلي اخ يعني بيومي كان بيحب الكوره برده، كان بيتمرن في النادي الاهلي هو في الجيش، فقال لي والدي مالكش دعوه بمشير خالص، مصاريف مشير كلها انا اللي هتحملها. ففضلنا بقى من الوقت دون بيوم اخويا كان يساعدني، والحمد لله ده فضل من عند ربنا، وكملت في النادي الاهلي من اول بقى تسع سنين لغايه ما لبست الشاره بتاعت الكابتنه في النادي الاهلي. كابتن حضرتك اول يوم كنت موجود فيه في الدرجه الاولى اكيد يوم طبعا لا يمكن تنساه، اكيد كان يوم ايضا زي ما هو كان مميز دخولك النادي الاهلي، وانا حضرتك دخلت تسع سنين اكيد يومك ووصولك للدرجه الاولى اكيد كان يوم بالنسبه لك وحدث تاريخي لا يمكن تنساه. يومك الاول كان عامل ازاي في الدرجه الاولى وكان تم اختيارك ازاي يا كابتن مشير؟ تم اختياري الكابتن السايس طبعا كان ماسك الفريق الاول في الوقت دون. الكابتن السايس كان بيحب يتفرج على الناشئين ويجي من الساعه 8 الصبح لغايه ما كل الفرق تخلص ويجي يتفرج على الفرق ويتابع اللعيبه. فهو وقع عليا الاختيار وقال لي مشير انت من بكره هتبقى معانا في الفريق الاول وهتتمرن. طبعا انا الخضه خلتنيش اشوفه اصلا، يعني مش شايف حد قدامي غير ان انا هروح انام عشان التمرين بكره عشان اشوف اعمل ايه، هنزل ازاي مع المجموعه دي، وهقول لك على المجموعه بقى. يعني انت عشان تتمرن مع كابتن ربيع ياسين، كابتن حماده صدقي، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن مجد عبد الغني، كابتن علاء ميهوب، كابتن ديه، كابتن بدر رجب، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، كل دول. كابتن هاني رمزي كان موجود ولا كان احترف؟ كان موجود. لا كان موجود في نفس السنه اللي اتصعدت فيها، هو احترف ومشي. فانت عشان انا دخل اوضه اللبس، يعني يمكن غيرت جوه في الحمامات لان ما ينفعش اقعد مع جنب مين، يعني انت عارف طبعا كابتن. انت كابتن محترم يا كابتن مشير والله يا كابتن. فدي كانت بالنسبه لي يمكن اسعد كمان ما انا وقع عليا الاختيار في النادي الاهلي، ان انا ده كان اول يوم يا كابتن. دي كان اسعد لحظه في تاريخي، حتى من ان الكابتن مصطفى حسين اختارني، لا ان انا هتصعد الفريق الاول. كان عندك كام سنه يا كابتن مشير؟ كان عندي 19 سنه. 19 كنت سنه. كان لينا الحظ انا وياسر ريان، احنا كنا في المنتخب الاولمبي وكان الكابتن جوهر لما وصلنا كاس العالم سنه 90 عمل المنتخب الاولمبي مطعم بلعيبه الفريق الاول يلعبوا امم افريقيه في الجزائر. فكان اللي ماسك الله يمسيه بالخير الكابتن هاني مصطفى طبعا، هو اللي كان موجود معانا وهو اللي ماسك في المنتخب الاولمبي. فهو كلفوه ان هو يروح بالفرقه مع مطعمه مع الكابتن ثابت البطل، الكابتن حماده صدقي، الكابتن طارق يحيى. فوقع عليا الاختيار انا وياسر ريان، ورحنا لعبنا امم افريقيا في الجزائر. اما رجعنا على طول وقع عليا الاختيار انا اتصعد للفريق الاول. كانت اسعد لحظه في حياتي. كان مين بيلعب يا كابتن مكان حضرتك؟ في النادي الاهلي؟ مش مكاني. ده انا طالع اتفرج على كابتن ربيع ياسين وكابتن حماده صدقي وكابتن محمود صالح، يعني اسماء كده كبيره جدا في الباع الرياضي وانت بتتفرج عليها اصلا، انت قبل ما تطلع للفريق الاول انت بتتفرج عليهم، فجاه لقيت انت هتلعب مكانهم. فكان طب يا كابتن اول مشاركه، يعني دلوقتي حضرتك بتتمرن وخلاص الرهبه اتشالت الى حد ما شويه وبدات تخش واحده واحده مع الفريق الاول، لكن اختيارك لاول مباراه
وانك تلعب اساسي في النادي الاهلي وسط الجماهير اللي موجوده كتير جدا دي اكيد يا كابتن الموضوع برده ما كانش سهل في الاول، ولا الموضوع بيكون سهل شويه على اولاد النادي ان هم بتلعب في النادي الاهلي وبتبقى موجود في قطاع الناشئين، فانت بتتصعد للفريق الاول، وبالتالي ان انت حته النادي الاهلي الحته اللي جواك دي رهبه ممكن بتاخد وقت اسرع شويه عن اللي بيجي من بره. فهل ده حصل في اول مباراه حضرتك كنت موجود فيها، ولا كنت اول مباراه موجود على مقاعد البدلاء وتم الاستعانه بيك؟ ده تاريخ يا كابتن اكيد لا يمكن تنساه. هي اول مباراه، بص هي بتفرق بين بقى جيل وجيل. تمام. يعني انت في جيل يساعدك وفي لعيبه تلعب جنبيها تشيلك وتخليك لعيب ليك 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 مستقبل بعد كده. انا كان ليا الحظ ان انا كنت بلعب مع الكابتن حماده صدقي والكابتن محمود صالح، اتنين بص احترام وطيبه ونجوميه مفيش بعد كده. فهم الحمد لله فضلا عند ربنا كانوا حابيني. ليه؟ لان انا كنت طبع هادي، فهم كانوا بيساعدوني. يعني انا كنت فعلا اول مباراه كانت اعتقد المنيا في المنيا كمان. يا نهار ابيض، مباراه صعبه جدا، وانت عارف الصعيد وجمهور الصعيد بس كله اهلاوي والصعيد كله اهلاوي. طبعا بس اول ما بتنزل الملعب هم مع المنيا، بس انت اول ما خلاص جيب جون باهلاويين. خلاص اهلاوي. فانا بلعب جنب الكابتن محمود صالح وحماده صدقي، وانا هم بقى يعني كتربيه كليبرو بقى. كليبرو اتنين مساكين يا كابتن. انا كنت بتلعب مساك ولا ليبرو في المباراه؟ لا مساك. فانت هنا احنا بتقعد اما بيتقال التشكيل بيقعد كل خط والكابتن حماده ابن المنيا فبيلعب في بلد اما بيتقال التشكيل كل خط بيقعد مع بعضه في الفندق. تمام. فهم قعدوا معايا ما تخافش هنساعدك اسمع الكلام ما تخافش من اي من رهبه الجمهور يعني طمنوني جدا. فانا نزلت يعني اتكلت على الله وعليهم برضو. بس انا جوايا عايز اثبت وجودي، دي اهم حاجه، انك لازم تثبت وجودك، مش تلعب وخلاص ماتش والناس تنساك، لا لازم تمسك في الفرصه. انا الحمد لله بفضل من عند ربنا مسكت في الفرصه 10 سنين من 19 ل 29 العشر سنين مسكت في الفرصه الحمد لله فضل من عند ربنا لغايه ما نهيت المشوار الكروي بتاعي في النادي الاهلي، كنت اساسي في النادي الاهلي. يعني يا كابتن في نهايه مشوارك يعني 29 سنه لسه قدامك 5 سنين كمان علشان تبطل فيها كوره، مفيش ولا نادي اخر الكابتن مشير حنفي ولا حتى الكابتن مشير حنفي من جواه كان راضي ان هو يروح يلعب حتى سنتين ثلاثه في اي نادي كده علشان يعني ما يبطلش بدري وعلشان خاطر برضه يكون عمل شويه فلوس، ولا اي حاجه من الحاجات دي كابتن عملت لك اي اغراء خالص؟ ما احنا ايامنا ما كانش فيه فلوس يعني برضه احنا واحنا كانت المبدا بتاعنا مش مبدا الفلوس. لا انا الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن لما راحوا نادي الزمالك كانوا عايزيني معاه وانا برضه ما رضيتش. رفضت يا كابتن مشير؟ طبعا. انا ما ينفعش يتقال مشير حنفي لاعب معلش في 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 في, في اللفظ او ما ينفعش مشير حنفي لاعب مثلا بترول اسيوط، ما تنفعش. لا انا عايز مشير حنفي لاعب النادي الاهلي بس. طب يا كابتن ما بنشوفش الكلام ده ليه دلوقتي؟ ما عشان الانتماء. الانتماء ولا الفلوس؟ بتضيع الانتماء. لا احنا الجيل بتاعنا كان كله انتماء، انما دلوقتي بقت الفلوس. اللعيب منتمي للفلوس، منتمي للعقد بتاعه، ما فيش انتماء للنادي ذات نفسه اللي بيلعب فيه. ودي فيه تجارب كتيره جدا قدامنا، يعني اكبر تجربه مثلا عبد الله السعيد. وعندنا بس عندنا في الجيل بتاعه واللي هيكون موجود مع الكابتن اسلام الشاطر ضيف، كابتن عماد متعب خلص تاريخه في النادي الاهلي. ده اسطوره وواحد من ابناء النادي الاهلي. ما رضاش يكمل بره النادي الاهلي. واحد من ابناء النادي الاهلي، وانا لسه سامع له تصريح بيقول لك لو مانويل جوزيه جه هرجع العب. ما هي هنا في تربيه النادي الاهلي اللي هو ما يقدرش خلاص. يعني انا ما ينفعش. كابتن حسام غالي. ما انت بتتكلم على ابناء النادي الاهلي اللي انا بقول لك عليهم اللي هم اتربوا في النادي الاهلي اللي دمهم كله النادي الاهلي، ان هو ما ينفعش بجميع الاحوال ان هو يطلع يلعب في حته ثانيه او يلبس فرينه ثانيه. يعني مش هو ذات نفسه مش هيبقى راضي عن نفسه. كابتن مشير حنفي، الجمهور يا كابتن علاقتك بالجمهور النادي الاهلي لحد الفتره دي، يعني اكيد يا كابتن حضرتك بتكون مبسوط لما الجمهور بيشوفك في الشارع ويسلم عليك ويقول لك انت واحد من نجوم النادي الاهلي وبيديك شويه حق من الحقوق الكتيره اللي ما بقتش موجوده في الزمن ده. يعني السوشيال ميديا لو كابتن مشير موجود فيه دلوقتي كان زمانه نجم النجوم. لكن اكيد يا كابتن الناس شويه بتعوض حضرتك عن النجوميه اللي ما كانتش موجوده بسبب وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كانت موجوده في الوقت اللي حضرتك كنت موجود فيه. فهل ده بيعوضك بعض الشيء شويه ويخليك مبسوط الى حد ما؟ ده دي بتبقى اسعد لحظه في عند البني ادم او عندي انا شخصيا. وانا ماشي بمبدا او بحاجات كده، يعني ايه اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه. طبعا.
فانا لما بحس ان الناس شايفاني والحمد لله الحمد لله سيرتي كويسه والناس بتحبني والتاريخ اللي انا عملته مع النادي الاهلي فدي حاجه بتبسطني جدا يعني. وبالعكس يعني ايا كان انا اشتغلت ما اشتغلتش موجود مش موجود هي دي اللي معوضاني كل اللي بيحصل دلوقتي. مين ايه يا كابتن اعظم او اقرب بطوله من ال 19 بطوله هناك حققتهم مع النادي الاهلي اقرب واحده لقلبك واللي دايما بتعزها وتبقى موجود في اي مكان بتتكلم عليها؟ يمكن البطوله اللي عملنا ماتش فاصل مع نادي الاسماعيلي في اسكندريه طبعا وكانت 4-3 لان البطوله دي كانت بالنسبه لنا صعبه جدا وكان فريق الاسماعيلي ساعتها في السنه دي كان فريق محترم جدا وفي لعيبه كبيره جدا وامكانيات عاليه جدا فاحنا البطوله دي احنا رايحين نلعب في الاسماعيلي في اسكندريه ومش هقول خايفين لا النادي الاهلي ما هو اما بيتحطوا تحت ضغط خلاص بتشوف معدن لعيبه النادي الاهلي وبتشوف معدن ولاد النادي الاهلي احنا اتحطينا تحت ضغط وكنا رايحين نلعب الاسماعيلي في اسكندريه 4-0 لغايه اخر 20 دقيقه او 15 دقيقه احنا ما بدانا خلاص يعني ايه الدوري قرب وخلاص فبدات 4-3 وهقول على حاجه يعني يمكن الجمهور ذات نفسه ما يعرفهاش ان المباراه دي لما خلصت 4-3 احنا الثلاثه المدافعين اللي كنا بنلعب يمكن انا وجمال السيد واعتقد عمرو الحديدي اتخصم مننا 5000 جنيه ايام ال 5000 جنيه ما كانوا 100000 جنيه دلوقتي. كابتن طارق اللي خصم ها؟ اه طبعا. طب احكي لي على كابتن طارق عمل ايه في الماتش ده؟ اكيد كان ضاغط عليكم واكيد كان محملكم المسؤوليه وان الماتش ماتش فاصل ما احنا على كابتن طارق بقى. اه احنا خلاص الحكم صفر ففرحانين كابتن شطه فرحان وبيجري على اللعيبه وكلنا بنحضن بعض. اه كابتن طارق زعله انت ايه اللي بتعملوه ده؟ دي ما اعرفش ايه وكان عنده مثل زي الله يرحمه الكابتن صالح سليم ان انتوا عور في وسط عمي 4-0 ازاي ب 4-3 ودخل اوضه اللبس قال لك الثلاثه المدافعين اللي جيت ثلاث تجوان في ربع ساعه مخصوم منهم كذا وكذا وكذا فاحنا اصلا مكافاه الدوري كلها كانت ايه 1000 جنيه اتخصم منكم 5 دوريات اتخصم مننا 5000 جنيه كل واحد بس لا الحمد لله برضو يعني اما الدنيا هديت كده هو من النوعيه بقى اللي ايه الله يرحمه اللي كان يبقى عصبي جدا وياخد القرارات بس لما بيقعد بيحس ان احنا اولاده فهو مش عايز يولاده. جميل قوي يا كابتن طارق الله يرحمه كان دايما بيتعامل معاكم ان انتوا كلكم اولاده يا كابتن ان الموضوع ما كانش مدير كوره ولاعيبه كان هو اخ اكبر ليكم. ده كان رمز من الرموز للنادي الاهلي احنا الكابتن طارق بالذات عن الكابتن صالح احنا كنا ما بنسمع بس الكابتن طارق على البوابه كنا بنستخبى بس لما بنبقى بنقعد معاه خلاص انت خلاص يعني انما اسمه ذات نفسه كان مرعب يعني انا قعدت مع ياسر ريان 8 سنين في النادي الاهلي ياسر ريان لو سمع ان الكابتن طارق سليم موجود في الفندق ما كانش بينام موجود بس جاي يشرب الشاي او ما كانش ينام ليه لان هو كان ليه هيبه وكان ليه رهبه مع اللعيبه واللعيبه كانت بتبقى عامله حسابه بس كان بيفصل الشغل بتاعه عن 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 بعد الشغل خلاص بعد الشغل ده ولد لينا وتعالى عايز ايه انا عايز سلفه يا كابتن كابتن عماد اديله كذا تنعمله اليمين حاجه جميل. اه طبعا لو قلت لك النادي الاهلي دون يعني بيتنا مش البيت اللي انا قاعد فيه لا ده انا وناس كتيره جدا ما حدش يصدق لا هو بيتنا لان احنا كنا بنروح من الساعه 10 الصبح نروح الساعه 8 بالليل فكل يوم موجود في الجزيره وكل يوم اكل شارب نايم نروح الصبح نفطر ننزل تجيبوه من العربيه كده وانتم ماشيين تفطروا كلكم مع بعضيكم ها؟ اه طبعا تفطر وبعدين تخش تريح ساعتين وبعدين تمرين وبعد التمرين تقعد مع اللعيبه ساعتين ثلاثه يعني عيشه النادي الاهلي يعني زي معسكر كده فندق انت قاعد فيه بتيجي الصبح تريح لك شويه تتمرن فري بعد التمرين ساعتين فلا بالنسبه لنا النادي الاهلي كيان هو البيت الاول والاخير. غيرت يا كابتن فكره ان المساك ما يكونش طويل؟ احنا متعودين ان المساك دايما يكون طويل ويكون يعني عشان يكون مميز في ضربات الراس، الكابتن مشير حنفي بالرغم من انه يعني مركزه ويعني حضرتك في جسم نص لاعب نص الملعب او صانع اللعب، هل يا كابتن مشير حضرتك غيرت الفكره دي اللي موجوده للمدربين اللي موجودين بعد كده ان المساك مش شرط يكون طويل لكن اهم حاجه انه يكون سريع وانه يكون مساك رخم بيعرف يرخم على المهاجم بشكل كويس ويكون بيعرف يلعب بدماغه ويكون بيعرف يلعب برجليه، هل بعد كده حضرتك شفت ان كره القدم الحديثه في النادي الاهلي او في مصر بشكل عام بدات تتغير بسبب وجودك في مركز زي المساك؟ بص عمر انا النقطه دي عانيت منها كتير جدا مع المديرين الفنيين الاجانب. حلو. كان كل مدير فني اجنبي يجي يبص للطول بتاعي يقول لي انت مش هتلعب معايا نهائي.
في الاول كده. اه على طول. مين بقى الاول واحد جاي لك كده؟ هولمان. لا مستر هولمان. مستر هولمان من المدربين اللي انا يعني احبها جدا جدا جدا. لان ده من الشخصيات اللي عمرها هاريس اول واحد جه. هاريس وتسوبل يعني انت مش هتلعب معانا عشان انت اللي حصل. التكون الرد الفعلي بتاع ان انا اقول له انت هتلعب انت هتلعبني غصب عنك. بس طبعا في سياق الكوره انا فاهم مش غصب عنك بقى دي لا يعني بسبب ان انا مستواي مش هتلاقي حد احسن مني في الفريق. فهو فعلا هو فتره الاعداد ويجيبوا الطوال يعني كان عندنا جمال السيد عمرو الحديدي محمود ابو الدهب كل ده القامه الطويله. فهو لما يجي فتره الاعداد يحط بعد ماتشين ثلاثه لا برضه يعني يبدا يسمع للناس لو في اخفاقات في المركز دون يجربني يا رب نشيل حنف. فهو كنت انا بتمرن انا كنت طبيعتي كده زي الكابتن حسام وزي الكابتن ابراهيم تمرين زي الماتش. فكنت انا عندي طبعا عندي طموح ان انا عايز العب طبعا يا كابتن. مش هبقى موجود كده وخلاص. فالحمد لله كان ربنا بيديني العزيمه وبيديني التوفيق لان ما بتجيلي الفرصه ما بسيبهاش ودي الحمد لله فضل من عند ربنا. اكتر مباراه كانت صعبه عليك لكن بعد ما حققت فوز شفت ان هي لا مباراه عملت تاريخ للكابتن مشير حنفي وفعلا بيحب يتفرج عليه على طول. يمكن في مباراه بالنسبه لي كانت صعبه جدا اللي هي البطوله العربيه كان النهائي ومع الفريق الشباب السعودي. كان الكابتن علاء عبد الصادق ومحمود ابو الدهب يمكن يتوقفوا في المباراه النهائيه وما كانش فيه ليبرو في الفرقه اللي موجودين في المعسكر النهائي. فاحنا كنا بنلعب بليبرو فمستر انان هاريس بالليل قال لي انا عايزك. رحت قعدت معاه في الاوضه قال لي انت هتلعب ليبرو. قلت له ده انا اول مره في حياتي العب ليبرو. قال لي انت هتلعب لان انا الفرق يا كابتن كبير بين المساك والليبرو في الواجبات في الملعب والمسؤوليات اللي موجوده. لا ده الليبرو اريح. ما انا بتكلم في كده كتير. طبعا الليبرو اريح بكتير لانك انت لو معاك اثنين مساكين جامدين بمعنى كلمه جامدين بيريحوك. انت اللي هتتصيط لانك انت الكره بتجي لك هو بيسلمها لك وانت بتعمل هجمه وبتكمل. فانت اللي بتتصيط فهو اللي مصدوم في كره القدم اصلا المساكين لان هو اللي بيعمل لان هو اللي بيعمل اكبر مجهود لانك انت انت بتفقد الفرقه المنافس احسن لعيب عنده اللي هو الفرود اللي هو بيسجل اللي هو بيكسبهم. فانت لما تمنع اللعيب ده على ان هو يمنع يعمل الـ 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 الواجبات بتاعته فانت اوريدي هتكسب لانك انت مش هيجي فيك جون. لان مين اللي بيجيب الاجوان؟ الفرود. صح. انت الفرود ده لما بتحجمه وبتمسكه ايا كان مين هو ايا كان مين الاسم خلاص انت في اي وقت بتجيب جون وبتكسب. فالماتش ده كان حضرتك مكلف بواجب جديد انك تلعب ليبرو. فهو كان كنت خايف جدا. فلما نزلت الملعب واول خمس دقايق حسيت ان اسهل ماتش لعبته في حياتي مع انه نهائي وبطوله. اتصيدت فيه يا كابتن. الحمد لله فضل عن بيه الماتش. الماتش الوحيد اللي اتصيدت فيه في تاريخ اللعب في النادي الاهلي. بس انت يا كابتن اهدافك كانت قليله. يمكن انا ليا هدف بس بعتز بيه اللي هو الناس لغايه دلوقتي هو الفكره هدف الاسماعيلي 6-0. تمام. فده المباراه دي كانت ليها ذكرى عندنا احنا والمدافعين كلهم ذكرى طيبه وبخير لان احنا الثلاث مدافعين اللي لعبنا كلهم كل واحد فيكم جاب هدف احرزنا الاهداف. مهاجم يا كابتن كان تعبك و90 دقيقه بالنسبه لك لما خلصوا قلت الحمد لله ان 90 دقيقه خلصوا وان الماتش عدى على خير وكمان كنت متفوق عليه. اكيد لعبت على اسماء كتيره جدا لكن في واحد منهم مميز. قبل ما نروح لبقيه الاسماء لكن مين اللي تعبك قوي؟ انا كنت بعمل حساب للكابتن احمد الكاس يعني كاسه طبعا. طبعا لان الكابتن احمد الكاس يعني من اللعيبه اللي هي ذكيه جدا 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 وعنده الامكانيات اللي هو فعلا يتعب اي مدافع في مصر في الوقت دون. يعني الكابتن مشير حنفي كان يحب يلعب على المساكين اللي بيستخدموا جسمهم اكتر ما ان مهاجم يستخدم ذكائه او دماغه. ده بيتعب الكابتن مشير اكتر. لا دماغه طبعا لانك انت دماغه انت مش تفهم دماغه. انما اللي انت بتقول عليه ده انت فاهم خلاص. خلاص عارفه كتف كده في زحلقه يهدى شويه. انما الدماغ دي انت مش تفهم الدماغ دي مش هتعرف مش هيبقى ليك رد فعل ايه. صح. وكابتن الكاس كان في حته الذكاء وفي الدماغ لا كان عالي جدا. ماتش اهلي وزمالك فاكره وبالنسبه لك ايضا هو واحد من الذكريات المهمه جدا والذكريات اللي عليك لا يمكن تنساها في ماتشات اهلي وزمالك. اني ماتش فيهم بقى؟ لا ماتشات اهلي وزمالك كلها هي بالنسبه مفيش ماتش فيهم كان مميز او بتحبه او حظك كان عالي فيه قوي وكانت الكوره ماشيه قوي؟ اول مباراه اللي كان نادي الزمالك كان في فريق الاحلام وطبعا فريق الاحلام ده كان عامل ضجه كبيره جدا طبعا. فاحنا كنا نازلين انا يعني كان برضه كابتن احمد الكاس وكان خالد الغندور وكان قاسي سعيد وكلوبالي يعني اسماء كبيره جدا واسماء كانت فعلا ثابته وجودها في الوقت دون. فهي اللي انت كنت بتبقى نازل يعني خايف انك انت
تغلط او تبقى سبب في الخساره ما تلعبش تاني. انا 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 ماتشاتي كلها كده، بخاف ان انا اغلط ما بغلطش. ليه؟ لان انا عامل حساب ان انا عايز العب اللي جاي، فلازم ابقى كويس في دون عشان العب اللي جاي. ما بقتش كويس في الماتش ده مش هلعب اللي جاي، فبعمل ضغط على نفسي ان انا لازم ابقى كويس. ودي يعني ايه؟ مش ثقه، دي حاجه يعني ثقه في ربنا طبعا. وانت بتعمل اللي عليك وبتسيب الباقي على ربنا. انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. فهي دي من النقط اللي خلتني كملت مع النادي الاهلي، ان كل مباراه باخدها بمباراه بمباراه، موسم بموسم، هو ده اللي بيخلي الاستمراريه وبيخليك تبقى موجود وموجود بشكل اساسي. الكابتن مشير حنفي في رحله التدريب، هل الكابتن مشير حنفي في حاجه ممكن تكون في بدايه الموسم او مفاوضات مع انديه، ولا الكابتن مشير لسه مستني النادي اللي يتناسب مع امكانياته الفنيه؟ بص عمر، انا لسه قايل لك دلوقتي ان ابناء النادي الاهلي يتمنوا يكونوا موجودين في النادي الاهلي ايا كان الوظيفه اللي موجوده، سواء فريق اول، سواء قطاع ناشئين، سواء حتى لو اداري، ابقى موجود في بيتي انا برحب بيها. وانا السنه اللي فاتت كنت شغال في نادي القيس قسم ثالث في المنيا بين المزار، كنت موجود معاهم وما حصلش نصيب. السنه دي لسه بقى، دي يمكن ربنا لسه شايل لي حاجه خير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. فاتمنى من ربنا ان شاء الله يكون في خير ان شاء الله باذن الله اللي جاي. يا كابتن مشير حرك يعني من اللعيبه المحترمه جدا الخلوقه جدا اللي دايما ما عندهمش اي مشاكل او على صوتهم هادي دايما. فاحنا كابتن يعني طبعا من خلال وجودك في بيتك قناه النادي الاهلي، احنا اكيد نتمنى وجود حضرتك في النادي الاهلي في اي منصب حضرتك تكون موجود فيه، اكيد هتشرف طبعا وهتبقى اضافه كبيره جدا. فاكيد طبعا يا كابتن مشير بتمنى حضرتك التوفيق، كل التوفيق. وبسطت جدا بالحلقه دي يا كابتن، وحلقه اعتقد مع واحد من نجوم وتاريخ كبير في النادي الاهلي، سواء النادي الاهلي او منتخب مصر. فيعني بسطت حضرتك طلب ان انت حضرتك ما تغيبش علينا بس الفتره الكبيره اللي حصلت دي كلها، عشان بنستمتع بوجود حضرتك، واكيد رايك الفني وكلامك المحترم ده بيعمل لنا اضافه هنا في القناه يا كابتن مشير. انا سعيد جدا يا عمر ان انا كنت معاك، وسعيد جدا ان انا رجعت بيتي، حاسس ان انا فعلا في الجزيرة. أول ما دخلت من العربية ودخلت على الباب وشفت اسم النادي الأهلي حسيت فعلا إن أنا داخل بيتي. وأنا سعيد جدا باللقاء ده، وأنا تحت أمر النادي الأهلي طبعا في أي حاجة، سواء قناة سواء النادي. أنت عارف دي حاجة جوه دمنا يعني، مش هنتردد عن أي حاجة. بشكرك كابتن مشير، شرفتنا ونورتنا يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا يا عمر. شكرا. كنا مع حضراتكم في الفقرة الحوارية الأولى مع واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم مصر، وزي ما حضراتكم شفتم وسمعتم كلام كله خارج من القلب، كابتن مشير حنفي بشكره شكرا جزيلا. نروح للفقرة الحوارية الثانية مع الإذاعي الكبير الأستاذ سمير حسين، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.